جيش الاحتلال حشد لهي المعركة أكثر من 1000 دبابة وآلية 383 تتوغل في قطاع غزة، أكثر من 900 آلية ضربت بأيدي المقاومين وأصبحت خارج الخدمة الميدانية القتالية. تقريباً في أكثر من لواءين إسرائيليين من المدرعات معهم غطاء جوي وإسناد بحري، وإذا كان كل ذلك مش كافي معهم جنود أمريكيين من القوات الخاصة وخط إمداد بالدخائر والمؤن لا ينضب. أما المقاوم في غزة لا يملك درعاً أو خوذة، أكثرهم يلبس ثياب مدنية، لا يسانده سوى مقاوم آخر من أبناء القطاع. بيروح للاشتباك يستطيع فقط حمل قذيفتين من الياسين وفي جعبته شوية تمر معلبات خفيفة اللي بتشارك فيها مع بقية المجموعة. هذا المقاوم العطشان يصمد ساعات تحت قصف لا يتوقف حتى يستطيع اصطياد دبابة، وبعض الشباب استقلص ذخيرته بيروح على نقطة التأمين ليقدر يحصل قذيفتين أو شوية مي ويبلش مهمة جديدة من دون توقف. مش شايف قدامه إلا فلسطين كلها، ليرسم النصر بكل شبر في غزة. وزي ما قال ناجي العلي: لا تساوم ارسم وقاوم، فإن منعوا عنك الغذاء ارسم بستان، وإن منعوا عنك الدواء ارسم وطن، وإن منعوا عنك الماء ارسم فلسطين، وإن منعوا عنك الهواء ارسم كربلاء.